بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان مانتي وحرنا هنا سؤال كوي دينو دكتور قاسم حرسي فارح الشيخ أما إمامك نيجيريان كنديان مسلم أسسيشن سؤال شخص وسؤال علمي عه دكتور قاسم وحن كوي دين وحا كان لي يرادو لالوشكا محاي دين تا إسلام كقبطا أما السيدة هادا لالوش وحن مغلنا إن دور الشغل الصومالي وكالاتي وحكاد حصوان وحلوك لقاتو مركا تاسي هادي معناها لوك لقاتو ما وح دين بيها كوشيرا سي بل كور دين تا إسلام محاي كقبطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأتكم هالسنتين سؤال شاس يضع إن جوابت أنا أقابا وحاي تهاي أنت آه إن لالوش لو بحياة ما لو قاتوا إن أيضا قبل كل كذا نجا طارشة وأرين ودمبي كبائر آه دمبي هذا كبائر تأكم إذا أدك هو وين ويا نبي قال نبي كلي ينحرس كرك ساعته وحاكسوا بناتين ويره لعن الله الراشي والمرتشي لعن ذو هكود عذو متك ديبا لالوشكا ايو متك كقات لالوشكا لبضبا وحاوي مركا لعنت مركا اي ماش سوكشو ودنبي اه كبائر اه ودنبي ذو كبائر تكمد اه وحاونا كوية هاي دنبي قن اه ان عض لك لكتو او مدى يهودي مصير كودي لغو إبسادو العجير وأرين دب وين وحي مركو أذكو تهي إن قف كان قفنا وضاني وحو سنحق لهين قفنا وقف كلا كعوي إن أهلا وحو سنحق لهين مركو كلا تو وأمانا قف كنا قف كهيينا وضيعي قف كلانا ويسوى نحق لهين دوني قف كلانا وكعوينا قف كاس إن أهلا يعني أمانا دو سنحق لهين أمانا أد وين ويجي وحا كلا أي تهي أنا حق دو دوني سيدو حالها دادك أيو قد اللي يهي قفك عد كيسا كوكتاي لعق أسيا درتد كبعيي وحا او عنايا هلبيه الميهيسا إيا الميهيسا المهودي وحا او عنايا أمدك لا حقو دي وايا أمدك وح قدك علام يا إن او لعق تي كبحضي او دب او غسي عدايستو مرك او تشكده هلا أيو قد اللي يهي taasina waxa way xaaladadu ku u socdaa wa marka kala taa waxay tahay in fitno bilow qof aan bilaabay sunnah u jideeyay waye nabiga nabadgelyay in xaris korkiisa haate waxa laga hayaa inuu jiray man sanatan sayyatan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-din qofka jidhun waan jideeyay waxa uu helayaa xumaanteedii dambigeedii uu helayaa oo qof kasta oo isay ka dambeeyay si sameeyay ilaa iyo maalinta qiyaamo ay ka dhacdo dambigaas uu sii soconayo oo halka uga sii jira marka intaas kadib waxa ay tahay in qofku uu luminayo aayihii ummada oo ah dhaxalka ummada oo aan dhaqaale kaliya ahayn hanti khayraad kaliya aan ahayn laakiin midda ugu muhiimsan ay tahay sharafkooda iyo nidaamkooda iyo maamulkooda siyaasadooda waxaas oo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo ijtimaaciyad ahaan intaba intaas ayay ku tahay khatar mid ugu weyn oo ay tahay in xoolo baadil ah lagu cunayo iyo in amaana la dayacayo laakiin dottore ma aha lacagtan lacag kale boobaya waa lacag la isiinayo iyadoo raali la isu yahay taas miyay tahay yani sidii wax boob ah oo kale والعقتني وحوي مد بابك آه ويكسي حنت عي ويكسي حال دار تاعي وكسي عين حمام بدن تاعي وايو مد القفك مسكح لي سعيا الحظي مركل لسمان يا ان قفك مع وح وح ري او الود لو قفك وعين مسكح لي سر الله هنتيا على الحظ تاسو مد مد كلاتو وح اي كنت هاي الهي القران كسايه وح وكل ياي سورة البقرة نحن يدوح الله كله يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إلهي مرك هك أيضا سوحو كله ياهي هعنننا حولها دحدينا حولينا حولها أمتا هكو عنننا سيحق دراء إذنك أو مركز سينا يا ددك مضحرة أم حكامت سينا يا وح لالوش مرك العكس يسان أيها هلو سيئي العكتة دولدة أو أهل العكتة دولدوينها أما هنتيد دولدوينها أي وحون هاس إذن كريسة الله إذن كوفون تيان أو هكاس إذن كغاها بيان تاس با مرك عيد تاس با آد إلهي وح عديي أو أولي ياي وتدلو بها إلى الحكام مركز حولي وحا تسيني سان تدك حكامتا سيوس هاس أسيني سان محاينة تأجدد إن لتأكلو مركز سيئة أعنطان فريقا من أموال الناس بالإثم كوح وحون كمدعا حولها أمدا إنا سي دبع أعنطان إذنكو أقوي لبا أولي دين نكن مانتا مدح مركو مركان مانتا مارتي مال قشانا يا بري مركو مدح نقضو إنتا إيه سماينا يا أو تسيلا دا إقبنا يا تاس سيطاي مدك لو خيانو وين أو خيانا قرآن كإلهي إنبضن كشاقي إلهي سبحانه وتعالى وحو آيات كلا وقرآن كأو كله ياهي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون مركا إلهي باسعد بقرآن كسو وحو كله ياهي وحا آيات يوري آيات سيدي سوا فقسين في رماشا بيدعوذ إيهال كبلوغي سي دمات كسو سؤال وحا ويان وحا إلهي يرسل كسر خيانة سان، مركا إلهي يرسل كسر خيانة تانا، سوت واحد كو خيانة سان وحي تاي إن الأمانة دي إن نحري إن الخيانة تان، إذن كو ولبا أوك إن أي أمانة لاس إن الخيانة سان مش أوك، مركا سلاس با واحد أو أم أو خيانة سان أمانة ده، أمانة أو الخيانة مركا وا بلوغا بربركا ومدعد، ماش أي مد كبربرتا وحوي أمانة أو الخيانة. أو إلهي معنا حديث بمسوا قرنا مركا النبي عليه الصلاة والسلام كسب نادي أو أربعة إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا أفر هذي عليك هو كل ما أفر تاع هالشو هكول ولين وحي كلا الدنيا أو كنا فا ثم لسعين كنا فا نورن أفر تمحيين مدة كواد حوي صدق الحديث إن أترنت شيء صار مدة اللبات وحتى مركا حفظ الأمانة أمانة إن أتحفظ صار أماندونا مع هذا اللبوب أمان استيساس كليا نقص أمان البدن عمر لنا وحكر عمر لنا حوار أمانة حوار اللبوب يبتدي يا هذا اللبوب جرى هاي الشيء لأن أنت مع أمانه وحكسي ودرن وح ومد أرضن كل حياة مد فعل هم قف وكف لنا يا إن ومد هجان كودي ومرن هبابيا مركا متحابين ومدات أيه تاعي أو بشرن أو لبربريو يا قلب كلا يا حسن الخلق أي إن هذا سميسو يا مرك كواس بيكون عفان ماركتي هكواس ذات سميسو هكول ولي وحكة له هذي كواس ده يعمانا وحوي وحس النبضي وابر برتوي واتي حديث كلا تو يا هاي من حيث على مذاها قيامها وحلو كرنا يا إذا وسد الأمر لغير أهلها فقد انتظر الساعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذي أي معنى قفك قف أن حق لهين لسيجو تجا مل لسيجو أمر لسيجو لقوم عابو واحد سكتابة وقيامي وقف أن حق لهين النبي جن عليه الصلاة والسلام واحد وجرؤ كلام حديث كلام سجن أو سجنة واحد تهي هدي من استعمل من استعمل مل رجلا من عصابة قفك قح قف كمد أمد عابا تغا إيضا أصحابة أسكوحة أسكو كتري مد كلاتا أغاها بان أو إلهي من أرضى لله قف كلا إلهي أغاها ليس أهشبه دين جاي وأي أغاها بان يا تغا وحاسو أما قبن كرا أما حفظين كرا سيدا يدبا تغا أولا قفتا أو حلقة حلو حالو قادا إن أود يدنا لاضحي كرتيدة ذن لا ذاي أمانة ذن لا ذاي أقانت ذن لا ذاي أنت صدق وقف كاسي ترو أيه وبحق لك هذا الدليل هلا
مركا هدي قفك لقفك أوليبا فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين أيو يرى النبي عليه الصلاة والسلام قفك لبقف انتي ويجي ما هذا أما أجل أدي ياريهين ومتكود متكلا وحق بدن يهي ومتكي حق بدنا وحق بدنا ميكي وحق يرى وشغل أمك عابو قفك إلهي نوو خياني رسولك سنوو خياني ومد المسلمين تنوو خياني مركا سلاس بيو حكوتاي خيانو حوقنا وحاويان وحالا كلابوبو وحا كسيحون وحا حيلت لو كلاحظو النبي عليه الصلاة والسلام وحا كسبنا تحديث كلاتوء لا يحل مال المسلم إلا بديبة النفس قف مسلم حوليس حلالكم النقضان أن لا إيو انتي او كهل إلا وقاتو قلب وناك وكبعيمو يعني سكلاتو ومعنى نفسي أدو كبعيو وحرام بلا وقاتل شيخ هدي أنا لا يقرن إن العقب حيا ما هانا أنا عن ماش هو بهانا هاي تاس يدم حاسة ما يندم. المركز الصحفي عن إن أدري سو الحلال معقول ودونك معنا ومت مرة البوارد إلى هاي ومت وحو كسر ده سارة مرة بهيك أي أوب بدين جيهم سيد عمان تعطى أوب بطان متحم به وقامية متكسر كسر ده بها مركا واجب كاب أروح وياي ومدي إن أدوعي جلسة أو أدقارسي سو مال أي كجران كران قفك أي دوران كران يا قفك أي دوران كرين مال أي كجران كران قفك أم مارتي برين برواق أهر سيدا يا أو أفرا يا أو كسو أفرا يا برين كبرواق ذا يا قفك أم عذابك كشوا يا قفك هنتدود البربرون يا قفك مستقبل كودي يا عرفت هذا مستقبل كودي يا أيهودي أبن عرفت ريا إن أي كلام كرتان dadku maasha in la gaarsiiyo weeye wacyi gelintaas la gaarsiiyo dadkana in la tuso in ay maadaama maanta wax Soomaali ku marmarsiyana waxa aanu ma haysano oo saarna la ku xukumaya waa in ay ogaadaan intii ay anay dunida soo jirin hore ee Soomaaliya waxa ay cunaan qadada qofku ma ogeyn bari waxa uu cunayaa ama qaa waxa uu ku cashaynayo ma uusan ogeyn laakiin maanta uu yaraan qof uu garan karaa oo maanta qado u taaliyo bari qado u taalo garan karaa marka dib ma qabaan in ay ayagu maskaxdooda ay iska saaraan damaca ba muhiim ah okay doctor sidee ba wax looga qaban karaa hada arintaas waxa Soomaaliya wax ku baahday ba loo arkaa dadkiina kalsooni fiican ba kuma qabaan hada marka la yiraahdo dawlad baladin dhisay hadii xitaa cadaalad la wado maxay yeelay waxyaalaha dhacay ay wax ka arkayaan ama ka maqlahayaan sidee marka wax looga qaban karaa arintaas walaahi waxyaalaha badan ba wax looga qaban karaa oo ah in adduunka maanta waxa uu joogaa Soomaaliya waxaan ka ahayn dunidu waxay leedahay xeer ay isku raacaan oo ay nidaam iyo sharci ka dhigtaan marka xeerkaas adduunyada dhan ku socdaa qaramada midoobay ku socdaan hawl ahaado mid meelo laga soo galgalo laakiin badanaa waxa ay sharcigaas baa la tacgeliyaa marka in ay kaas Soomaaliduna wax ka fahmaan oo isku dayaan inay kaas dabaqaan waxa weeye masalan waxa jira hadda doorashadan oo kale to waxa jira wax la yiraahdo National Independent Electoral Committee af Soomaali ah guddiga madaxa banaan ee doorashada qaranka marka guddigaas isaga ah inay u dacwoodaan inay markoowaad dadka xumaanta sameynaya u dacwoodaan ay wacdiyaan kuwa xumaanta loosh qaadanaya ay iyagana wacdiyaan marka kadib ay kuwaas u dacwoodaan guddiyadaas guddiyadaas haddii ay wax tari waayaan waxaa jira guddi inay dadku ogaadaan rabo oo guddiye caalami ah oo maartay meel walba oo doorasho ka dhacaysa adduunka waxaa la keenaa maxayta ilaaliyaal ka imaanaya wadamo iyo ilaaliyaal ka imaanaya qaramada midoobay laanta u qaabilsan doorashooyinka marka guddiyadaas oo dhan oo dhowr way kala yihiin kuwa ugu waaweyn marka waxaa ka mid ah kuwa la dhaho International Federation for Electoral System waxa weeyaan macnaha kooxda doorashada nidaamka doorashada ee caalamiga ah oo kaleeto in kuwaas la isugu yimaado meelahaas la gaarsiiyo maxkamado baa jira u xil saaran waxaan oo dhan maxkamadahaas oo dhan la gaarsiiyo waxa marka waxaa jira qaababkaas baa loo dagaalamaa oo wixii looga hortagaa inay taas dadku gartaan weeye
من تكلم دتك إن إسلكتان ودهان كلي وأنا لقطمان على سكاك يتون تو معنا أيضنا ودني محمد وحوي إن أي كليديان صدق سنة كدوات بيمانتي دولة لأنت هاي سوماليا ومركي أي لستان لهايان هذه هذا دولة سقل دنو لستان وحاسيس عن إسا بربرك يباب يا هبو جبا كسي ترى يا سيب لنا يا لكن هذه أي مانت مدفع عن لستان هل كا وهل مر إسك بدل كران سد الدنيا بدن بقصر عادي ودم بدن ودنيا كتيرة say u burbur sanayeen bay hal mar waxay sameysteen xukun fiican waxay noqdeen kuwa adduunka ugu sareeya oo qiimaha badan kuwana waxay sameysteen xukumo yar yar oo isla kuwii hore maartay burburkii hore aan waxba dhaaminin markaas ay hadana hoos socdeen ama ugu yiqmeen tartiib u baabeen ayaga oo iska milmeen marka waxyaalaha soo badan baa jira in ay dadku ogaadaan xataa wadamada deriska meel aan kaliya ay casharo ku qaataan sidaas aan fiican ama Soomaaliya laftigeeda cashar ku qaataan oo misal waxaa jirtay in dawladdi kaanka ka horaysay marka runta u hadalno oo umad la wada yaqaano in masqmaasuq aad u weyn u jiray doorashooyinka ugu dambeeyay oo laga maartay waxa loo oran jiray vote qasaaray oo kale codkii qasaaray markii la oran jiray kuwa badan waxa jiray masqmaasuq caadi ka ahaa oo waali ka ahaa maanta meesha uu ku jir ka weyna laakiin waxay doorteen ummadii oo dhan baan yadoodi kacaan galay markaas aan kacaan u soo dhabaxay sidaas oo kale marka inay ummadu ay wanaagga damcaan baa ilaahay u baahan yahay oo ilaahay uu ka rabaa markaas ay damcaan wanaaggana ilaahay wanaaggii u sahlayaa okay dito qasin waxaa jirta dadka shacabka horta waa dad daalay tir iyo waqtigaas aad sheegtay ayaa mar walba waxaa la lahaa dowlad baa laydin dhisayaa meesha waxaa laga dhisayaa dhagahan ka maqalnaa sida badan dadku lama socdo meel la aadama yaqaanaa Soomaaligu sidaas u badan tahay wixiina sidaas ku kala socdaan marka haddii la yaqaano waddo sahlan oo wax looga qaban karo arrintaas oo dadka shacabka ogsoon yahayna waa la cabaari lahaayo dadku dawlad wanaagsan waa u baahan yahay marka miyayna habboonayn dadkiina aqoonyahanada ahu kii doorashada ku jiraa waaba ku jiraa kii aan ku jirinayno inuu macnaha arrintaas dadka asaga laftigiisa wacyigelinta sheegaysa uu sameeyo ama aad soo baxdaanba idinku maxaa dib isugu dhigaysaan aad madaxtinimada waddanka idinku qabsataanba wax ka qabsataanba waa arrin aad u muhiim ah waana sidaas aad ku talisay oo waxaan maanta hadda halkan baa uga jeedinayaa dadka Soomaaliyeed rag iyo dumarba leh ee garanaya nidaamka doorashada iyo waxa ka ratimi kara qof la doorto oo hoggaan loo dhiibto waxa ka unkami kara inuu yahay ummadaas oo mustaqbalkeeda dadka inta dareemaya ama cilmi ahaan u soo barteen ama si diini ah u barteen cilmiga diinta ama waayo aragnimo ku yaaleen intaas in ay dadkaasi isu xil saaraan arrintaas ay ummada wacyi geliyaan ay kuwa marka laaluushka qaatay laftigooda haddeer waxaan macnaha maqlay kuwa badan baa laaluush ku soo baxay sida la sheegayo waxaa ku socda laftigoodu maanta wax ay xaq u leeyeen oo wixii dambi oo dhan ka tirtiri kara qofkaas ay lacagta kasoo qaateen in aysan ku qiimeynin lacagta ay kasoo qaateen keliya ee ay fiiriyaan qof kaga habboon meesha maysi soo taagay qofka ugu habboon jagadan marka ay fiiriyaan cilmigiisa iyo daacadnimadiisa iyo waxtarkiisa iyo waxa uu niyadda ka dalbsan yahay ay qiyaastaan oo ay ama wax ficil ay hore ugu arkaan ha ku sameeyaan ama waxa kaloo ay ka arkaan ku siilfeeyaan qofkaas in ay sidaa u doortaan ee aysan raadinin qofkan lacag baa kasoo qaatay isleen qofkan lacagta uu maanta siiyey waxa uu rabaa asaga niyadiisa ku jirta oo la hubaaba in uu ka aarsan doono lacagta uu qofka laftigiisa ka dhalin doona asagana qofka maskaxdiisa waxa ku jirta jagadan ka dhigo dukaan aad furatay oo maalgelin aad koowaad ah kadibna lacagta maaragtay lacagta kasoo ceshaa ku jirta qofkaas madaxweynaha noqday lacagta uu kasoo ceshanayo marka qofka uu siiyeyna uu kasoo ceshanaya ummadda Soomaaliyeed uu kasoo ceshanaya taas in la ogaado baa muhiim ah marka qof kuwa doorashada laaluush kusoo galay xataa waxaan leeyahay hadda aad joogtaan waxa aad isku dahiri kartaan oo isku nadiifin kartaan inaad lacagtii aad qaadateen mar aan aniga qudhayda madaxweynaha Soomaaliya u tirtamayay 2004 aan imbagaadi joognay
قضب أني يا صاحب بدي أنصوص عني أو هالكلب يدا نوعها وحي عيان لعكت وقاضشة عدكنا وقرسودي مرك لعكت هذا قهضو عدكنا ماشا قد كل ردينا عدو كمؤقا عدو نمح كمان كمسا سعر كرتو حتى كي كدو كي قاد كسو قاضي حتى دو كؤقالو وحتى أم دحوين النقضو وحبا كام قاضي كرو حلوان بات هاي وحالا هذا هاي أوكي دكتور سؤالكاس هلك أكو شيء سؤالش هذا سؤال بنك أوي ديني مركع تصير عصير نقول هايدين وقت جاي صدوا عاد مدحونا وترتبي سو شيء جيسو ميين مي هذا نادي لفته وقيانا ذا شيء جيسو قريب قشرين من مركع مايا أنا كم عن شرين أدم كشرين واحد ماشي كسر بحر الهين أنا وواحد كو أها كاح وحنا هين جون وقان أو سياسيين حال أورنج راي سومالي political vigilant وأنا لأورنج كاح أو مارك واردية واردية أسران معناها إن أي سياسة إلالية سياسة معين مركا كاح يعني مركا واي بدنيا واحد اللي ودي لي ماشى قار اللي ودي لي قار لا يرجي يا قار إلى حد ما له كتير يا قار ولي سياسة كتير ترى وان لاين مركا تاس وحوي واسكو رئيس كلاي نقوم كرتا أوكي أوكي واس واقرتي تطور تاس وانقرتي سدابة هذا لو وجود بكراه arinta jirto oo shacabkii niyad xumada haysta iyo dawladaha kan oo la magacaabayo la sheegayo aan sida badan wadanka wada gaareynin sidee baa dadka shacabka niyad isku soo laaban karta ama dawladnimo awood leh oo sidii jirto oo kale taa lagu heli karaa walaahi siyaabo dhowr baa lagu heli karaa laakiin aan boogaag baan ka qoray dadka ayaan maxay tahay marka ay daawanayaan ama maqlay waxaan leeyahay hadaad eegtaan ماشا شبكة عن إنترنت كلها هاي ويب سايت كايجا اللي يراده www.qasimhersey.com هالك عليه بوقت الكتيران بو أحنا هما سعد قريب بوك يقول ده political revolution in Somalia يا social revolution in Somalia يا economic revolution in Somalia يا social political revolution in Somalia and the revival of Somalia oo kuwaad internetka qaar badan lagu gado qaarna meelo badan laga helo Muqdisho yaalaan maxayto Nairobi yaalaan maxayto Mareykanka Minnesota iyo Ohio yaalaan Canada yaalaan intaas oo dhan macnaha iyo bogaagtayda yaalaan marka kuwaas aan ku faahfaahiyay okay ugu dambeyntii waxaan aniga lafteedu hadda waana ka dhigi lahaa dadkiina aqoon yahaynta oo weliba sida aad sheegayso oo kale ta cadaaladda wadankii uu muuqatay in la soo celiyo inay sax tahay dibaha soo dhiginina wadankii kaalayo oo wixii aad qaban kartaan qabta ama wixii aad wanaajin kartaan wanaajiyo wareysigaaga maanta intaas uma ugu dhayn assalaamu alaykum waxaad